ده كهف الملح يا جماعة، نخش كده. أهم حاجة تكونوا حافيين عشان تستفيدوا بالطاقة. ملح من أول هنا كده، ملح طبعا، الحيطة كلها من الملح. الكراسي كلها مصنوعة من الملح، والحيطة وكل حاجة هنا من الملح. ده الفيو كده من بره. تيجوا تدخلوا هنا في ستون تحتها لايت، عشان الملح بيطلع الطاقة بتاعته، الذبذبات بتاعته مع السخونة. فنقعد على الكرسي هنا، تمام، وتحطوا رجليكو على الصخر، تستفيدوا بقى وتستمتعوا بقى. هتقعدوا كده بتاع 45 دقيقة. بتقعدوا بقى بتاع 45 دقيقة هنا في الكهف، تحاولوا تعملوا مديتيشن، تشيلوا اي حاجة مضايقاكم من دماغكم، بس تسترخوا كده وبس، ريلاكسيشن بس كده فترة زي ما انتوا عايزين. بس هو يعني المعترف بيه او اللي بيقوله ده من 45 دقيقة كفاية بس، وسخونة الملح تحت رجلي فظيعة. انا بدأت استرخي من دلوقتي يعني، بس الجو جميل وهادي كده. شوفوا المنظر، احساس جميل، حلو قوي السخونة.